بسم الله نشوف مع بعض ازاي نرسم شكل غير منتظم، تمام، والروف يكون مايل كذا ميول ويكون فيه فتحات وهكذا. طيب خلينا نقول له مثلا ان احنا عايزين من ماسنج، اقول له انا عايز ارسم امبليس ماس، بيقول لي اختار اسم الماس. طيب دلوقتي احنا ممكن نرسم من الماس ده عباره عن ايه، ان انا اقول له ارسم لي اي شكل زي كده، تمام، علي مستطيل، وبعد كده اقول له كرييت فورم. اعمل سيلكت على الشكل واقول له كرييت فورم، وبعد كده تقدر تعدل في النقط كلها، يعني تقدر تاخد مثلا نقطه زي كده وتعمل لها اب وداون، تمام، وتظبط الشكل بتاعك. تمام، هناخدها بس بطريقه ثانيه على اساس نشوف امر ريفرنس اللي موجود هنا. اقول له ريفرنس، وهستخدم ان انا اقول له عايز اقول له درو ان فيس، وابدا ارسم مثلا من هنا لهنا، بس اكون معلم على 3 دي سناب. مهم جدا ان انا اعلم على 3 دي سناب بدل ما يرسم على الجزء اللي تحت. تمام، ده كده شكل. تمام، وممكن بقى ارسم واحد تاني من هنا لهنا لهنا. طيب كده احنا رسمنا النقط اللي احنا الريفرنس بتاعتنا، الغي الشكل ده اصلا، تمام، وهاجي على الشكل دوت واقول له كرييت فورم. فبيقول لي انت عايز تنشئ اي نوع من انواع الفورم، اقول له انا عايز ارسمه 2D بالشكل دوت، تمام، وبعد كده اعلم على الشكل دوت. اهوت، واقول له كرييت فورم. اقول له خلوا لي 2D بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى المفروض اعمل ايه؟ اقول له انا عايز ارسم بقى اي حاجه تقطعه هنا، تمام، اقول له مثلا انا عايز ارسم هقول له شو اظبط لي الورك بلان، اشتغل دلوقتي على الورك بلان، تمام. الورك بلان دوت، لا ده انا عايز اقول له ان الورك بلان بتاعي هو دوت، تمام، وبعد كده هقول له هات لي من التوب. واقول له ارسم لي بقى شكل كده اهوت، يقطع الشكل بتاعي الاولاني، بس ده بقى خليه لي ما تخلوش فويد، خليه فويد، تمام، بحيث يبقى عندي جزئين من الشكل بتاعي، كريت فويد، تمام. بيقول لي انت عايزه 3D ولا 2D؟ لا انا عايزه 3D بالشكل دوت، تمام، وادخل بقى في 3D واتاكد ان هو قاطع الشكل بتاعي. بالشكل دوت، طيب دلوقتي بقى هقول له فينيش ماتس، تمام، وهاجي بقى هنا من ارتكشر واقول له انا عايز اعمل الروف بتاعي، او ان انا اعمل كليك على الشكل دوت واقول له من الروف اهوت، هلاقي امر هنا اسمه روف باي فيس، بروح معلم على الفيس بتاعي واقول له كريت روف، نعلم عليه على الجزء دوت واقول له كريت روف، فهو يعمل لي الروف بتاعي، تمام. طيب عايزين نعمل حوايط، خلينا مثلا الروف ده في انهي دور، ده موجود هروح ليفل 2، تمام، وابدا ارسم الحوايط بتاعتي. تمام، وهقول له انا عايز ارسمها بالبيك لاين، وارسمها بقى منين؟ هقول له ارسمها لي في ليفل 1 لليفل 2،
تمام، رغم ان انا واقف في ليفل 2 بس اقدر ارسم في اي ليفل تاني، واستخدم اداة اللي هي ديت واقول له انا عايز ارسمها من الفينش، واعمل زوم كده اهيت، ادوس تاب عشان يعلم لي على الشكل كله. تمام، هيفهم ان ده جزء وجزء. لا خلاص خليه نرسمها احنا كده سريعا. تمام، اخش بقى في 3D، اعلم على الحواد ديت. دي هخليها من ليفل 1 ولحد ليفل، اقول له اوكي. تمام، من ليفل 1 لحد ليفل، خليها حتى مش من ليفل 1، خليها حتى من فوتينج. تمام، وهقول له دي خليها لحد ليفل 2، وبعد كده هقول له اتاش واختار السقف بتاعي، وبعد كده هقول له اتاش العناصر اللي ما اتعملهاش اتاش المرة اللي فاتت. نعملها اتاش تاني، ولو رفضت في كذا طريقة يعني، لو رفضت ممكن نعمل ايديت للحيطة، ممكن يعني هنتصرف لها، مش هتفلت مننا. والحوايط ديت برضو التاش، وأعلم على السقف النص ديت، ده التاش لأنه جزء، التاش للجزء دوت، وده كذلك. طيب لو رفض ممكن نعمل ايه؟ ممكن تدخل هنا وتعمل ايديت للبروفايل، تمام، بحيث ان انت تقول له تريم بين هنا وهنا وهنا وهنا، ونشيل الخط دوت، وتقول له ايه موفي. بس كده انت ايه عملت الشكل اللي هو الميول وكل حاجة، وظبطت الحوات عليها.